بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. هنقول دلوقتي قصة يونان. يونان ربنا كلمه وقال له إن أنت لازم تروح بلد اسمها نينوى عشان الناس اللي فيها أو الشعب اللي فيها بيعمل شر كتير، وانا عايزك تروح تكلمهم علشان يتوبوا، وان انت تقول لهم ان خلال 40 يوم لو هم ما تابوش عن خطيتهم ربنا هيخرب البلد وهيدمرها. يونان ما سمعش كلام ربنا، سمعش كلام بابا يسوع، وقال انا ههرب ومش هخلي بابا يسوع يشوفني او مش هخلي ربنا يشوفني، انا هروح بلد تانية. وهو ماشي لقى مركب كبيرة في البحر، والملاحين اللي هم البحارين كانوا مسافرين بالمركب، فسألهم انتوا رايحين فين؟ راح قال لهم احنا رايحين بلد اسمها ترشيش. فيونان قال لهم ترشيش ترشيش، أسافر معاك وخلاص، أهم حاجة ما تكونوش رايحين نينوى. فركب معاهم يونان المركب، وهم المركب ماشية في البحر حصلت حاجة غريبة. طبعا يونان لما ركب المركب نزل تحت في المركب ونام، بعدين وبعدين وبعدين حصلت ريح شديدة جامد خالص خالص خالص، كانت المركب هتغرق، والبحارين قعدوا خايفين ويقولوا احنا هنموت وهنغرق، طب نعمل ايه نعمل ايه؟ بقوا يرموا كل حاجة موجودة في المركب، بيرموا هدومهم، يرموا حاجتهم عشان يخلوا المركب خفيفة. هم كانوا فاكرين ان المركب فيه عليها حاجات تقيلة وعشان كده هم هيغرقوا. بعدين رموا كل حاجة في البحر وبرضو الريح كانت شديدة. بعدين قعدوا يقولوا نعمل ايه؟ كل واحد قعد يصلي للاله بتاعه ان هما ينقذهم ويوقف الرياح. طبعا الرياح مش راضيه تقف، قعدوا يدوروا على يونان، فين يونان فين يونان؟ لقوا يونان نايم، قالوا له قوم بسرعه المركب بتغرق، قوم بسرعة صلي لإلهك وقول له ينقذنا من الغرق ونوقف الريح الشديدة دي والمركب تهدى. طبعا يونان قام وكان عارف ان بابا يسوع زعلان منه، فبعدين قال طب البحارين قالوا طب نعمل ايه نعمل ايه؟ قالوا احنا هنعمل قرعة، هنعمل قرعة، والقرعة اللي هتبقى باسمه هو هيكون الشخص اللي بسببه ربنا غضبان وخلى الريح الشديدة تيجي عشان تغرق المركب. عملوا القرعة والقرعة وقعت على يونان. راح البحارين قالوا ليونان انت عملت ايه يا يونان؟ خليت بابا يسوع زعلان منك، انت عملت ايه؟ راح حكى لهم القصة وقال لهم ان بابا يسوع كان عايز يخليني اروح لأهل نينوى واكلمهم واعرفهم ان هم بيعملوا شر وان بابا يسوع زعلان منهم وهيدمر البلد خلال 40 يوم. طبعا يونان قال لهم انا ما سمعتش الكلام وجيت هربت من بابا يسوع وقلت استخبى في بلد تانية. طبعا يونان يعني كان فاكر نفسه انه لما ان هو هيقدر يهرب من بابا يسوع وانه هيستخبى منه وان بابا يسوع مش هيكون عارف مكانه. طب في حد يقول كده؟ ينفع كده؟ ده بابا يسوع بيعرف كل حاجة.
محدش يقدر يستخبى من بابا يسوع خالص، لأن بابا يسوع في السماء شايفنا كلنا، شايف كل واحد فينا هو فين وبيعمل ايه وبيفكر في ايه. يعني بابا يسوع عارف كل حاجة عن كل واحد فينا، يعني ما ينفعش ان احنا نستخبى منه. المهم يونان طبعا البحر هايج 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 والمركب هتغرق، فيونان قال للبحارين خلاص ارموني في البحر علشان انتوا تعيشوا وعشان المركب ما تغرقش. البحارين كان صعبان عليهم يونان خالص، وقالوا لا احنا مش هنرميك يا يونان، ونحاول ان احنا نطلع للشط. طبعا البحارين حاولوا ان هم يطلعوا للشط، طبعا الريح كانت شديدة جدا والمركب كانت هتغرق، فقالوا له خلاص يا يونان احنا مضطرين ان احنا نرميك في البحر. وفعلا هم رموا يونان في البحر، وبعد ما رموا يونان في البحر البحر هجي وكل حاجة بقت هادية. يونان لما وقع في البحر ربنا بعت له سمكة كبيرة، حوت، سمكة كبيرة 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 خالص، بلعت يونان في بقها وحطته جوه بطنها. وبعدين يونان فضل قاعد في بطن السمكة 3 أيام. كام يوم؟ 3 أيام، 3 days and 3 nights، يعني قعدت 3 أيام ب3 ليالي. ويونان كان قاعد في بطن الحوت عمال يعيط يعيط ويقول له سامحني يا بابا يسوع، سامحني يا بابا يسوع، أنا غلطان إني ما سمعتش كلامك، سامحني يا بابا يسوع. وكان عمال يصلي يصلي بالدموع علشان بابا يسوع يسامحه. بعدين بابا يسوع طبعا أب حنين وصعب عليه يونان وسامحه، وأمر السمكة. بابا يسوع قال للحوت السمكة الكبيرة انت تطلعي يونان على الشط. فعلا السمكة سمعت كلام بابا يسوع وطلعت يونان على الشط. بعدين ربنا ظهر له يونان تاني او كلم يونان تاني وقال له يا يونان انت لازم تروح لاهل نينوى وتقول لهم ان بابا يسوع زعلان منكم عشان انتوا بتعملوا شر كتير. فيونان سمع كلام بابا يسوع وراح الى اهل نينوى وفضل يكلمهم ويقول لهم ان بابا يسوع زعلان منكو، وخلال 40 يوم لو انتوا ما قدمتوش توبة ربنا هيدمر البلد خالص. طبعا اهل نينوى الشعب بتاع نينوى خافوا جدا وابتدوا يتوبوا وابتدوا يصلوا لربنا ويقولوا له يا رب سامحنا، احنا مش هنعمل حاجة وحشة تاني. حتى الملك بتاع اهل نينوى كمان هو كمان تاب قدم توبة وابتدى يصلي وبيطلب من ربنا ان هو يسامحه. فطبعا بابا يسوع اب حنين طبعا وبيحب شعبه فسامحهم لانه حنين جدا. اي حد بيقدم توبة حقيقية او اي حد بيتوب من قلبه اكيد هو بيسمعه وبيسامحه، فعشان كده بابا يسوع قبل توبة اهل نينوى وسامحهم وفعلا ما دمرش البلد بعد 40 يوم، هو سامحهم وعفى عنهم. فيونان كان متغاظ جدا وزعلان جدا من بابا يسوع، قال له ازاي انت تسامح الشعب الخاطي ده، الشعب اللي كان بيعمل شر ازاي انت بتسامحه. راح قال له يا يونان يعني الشعب قدم توبة حقيقية، انت مش عايزني اسامح الشعب.
راح يونان قال له انت كده خليتني اقول كلام الصح، انت كده خليتني اقول لهم ان بعد 40 يوم بابا يسوع هيدمر البلد، وكلامي كده هيطلع غلط، وكلامي كده مش هيصدقوني، وانا كده هطلع كذاب. فكان زعلان خالص خالص يونان، وقال لبابا يسوع انا عايز اموت، انا مش عايز اعيش، انت خلاص طلعتني كذاب وسمعت اهلي نينوى، وانا كده هطلع كذاب خالص. وزعل يونان. وبعدين راح مشي يونان من عند اهل نينوى، من البلد نينوى، راح مكان جنبها، عمل نفسه مظلة وقعد هناك من بعيد عشان يشوف اهل نينوى هيعملوا ايه. المهم راح هناك وقعد عمل لنفسه مظلة. وبعدين ربنا عشان اب حنين وكان بيحب يونان، فعمل له او اوجد له او زرع له شجرة، الشجرة دي اللي هي اليقطينة، زرع له اليقطينة. اليقطينة دي شجرة خروع، بيكون الشجر بتاعها عريض، فعمل له زي مظلة في راسه، فوق راسه علشان تحميه من أشعة الشمس. فهو بعد ما عمل له المظلة، جات في تاني يوم الصبح، وعملها له بالليل، تاني يوم الصبح جاء ربنا أرسل دودة، الدودة دي أكلت كل الشجر بتاع اليقطينة، بتاع شجرة الخروع، اكلت كل الشجر بتاع اليقطينة. فيونان زعل، ليه يا ربي، ليه انت خليت الدودة تاكل الشجرة، ليه خليت الدودة تاكل اليقطينة، انا كنت عايز اليقطينة، انت ليه يا ربي بتعمل كده؟ راح كان زعلان خالص على اليقطينة، على شجرة الخروة. فربنا زعل ليونان وقال له انت يونان زعلان على الشجرة بتاعت اليقطينة؟ راح قال له أيوة أنا زعلان على اليقطينة. راح قال له يونان دي الشجرة بس أنت شفتها يوم واحد بس وزعلان عليها؟ راح اليونان قال له آه أنا زعلان عليها، أنا خلاص عايز أموت، مش عايز أعيش. بعدين ربنا قال له يا يونان، يعني أنت زعلان على الشجرة اللي أنت شفتها يوم واحد بس وكمان ما تعبتش فيها ولا زرعتها، وعايزني أنا ما زعلش على شعب نينوى اللي هم حوالي 120,000 شخص او 120,000 من الناس وممكن يكون اكتر، مش عايزني ازعل على شعبي وانت زعلان على اليقطينة اللي انت شفتها يوم واحد؟ راح قال له بس اليقطينة كانت مظللة عليا. قال له والناس دي كلها مش صعبان عليك ان هي كانت هتتدمر وكانت هتموت، وكل الناس كانت هتموت، وكل البهايم كانت هتموت، انا من حقي ازعل على شعبي واللي انا وجدته، وزي ما انت زعلان على اليقطينة بتاعتك. كمان انا عايزة اقول لكم بنتعلم من القصة دي ايه، ان احنا لما بنقدم توبة حقيقية من قلبنا بجد، ربنا عشان هو حنين وبيحب ولاده فبيسامحه حتى لو عملها تاني. يعني حتى لو عملت خطية، يعني لو تبت أول مرة وبعدين رجعت للخطية تاني، برضو عشان بابا يسوع أب حنين هيسامحك عليها تاني. بس أهم حاجة إن التوبة تكون فعلا توبة حقيقية. وكمان بنعرف يا أصحابي إن بابا يسوع حنين قوي 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 قوي، وأحن واحد في الدنيا دي كلها. كمان بنتعلم إن إحنا ما ينفعش نستخبى من بابا يسوع، لأن بابا يسوع شايف كل واحد فينا بيعمل إيه، شايف كل واحد فينا هو فين، شايف كل واحد فينا هو بيفكر في إيه. فإحنا بابا يسوع بيعرف كل حاجة عن كل واحد فينا. أقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وصيام مبارك. كمان الصيام مش معناه ان احنا ما ناكلش مثلا او بنصوم عن الاكل وخلاص، لا، الصيام بالذات صيام يونان بيبقى هما 3 ايام، بيكون صيام
مش عن الأكل بس، لكن بنصوم عن الخطية، بتبقى 3 أيام بنقدم فيهم توبة حقيقية من قلبنا لرب، من قلبنا لربنا، وزي ما كان يونان مقدم فيهم توبة وصلاة لربنا، احنا كمان بنقدم فيهم 3 أيام دول، بنقدم فيهم توبة حقيقية وصلاة من قلبنا لربنا انه يغفر لنا خطايانا. كل سنة وانتم طيبين.